وايه اللي حصل ليله امبارح؟ دعونا نرحب ونهنئ الكابتن احمد ايوب المدرب العام للاهلي. كابتن احمد اهلا بيك والف مبروك. تحياتي يا استاذ ابراهيم، وتحياتي للباشمهندس عدلي، ودايما منورين يعني ومطلقين كالعاده يعني. يا كابتن احمد، ليله امبارح ما جانيش نوم. شفت بقى الغنى؟ شفت الغنى بقى؟ يا رب يعني دايما بعد كل ماتش ما يجيش لي. انا مستعد اسهر للصبح، بس ايه يبقى هي الليله كده. ان شاء الله ان شاء الله. والله طبعا يعني مباراه كبيره، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وكل الجهود الناس كلها ان احنا كسبنا ووصلنا لخطوه كبيره، الخطوه الجايه يعني. طبعا خلينا نتكلم شويه على مباراه النجم قبل ما نقفل الصفحه دي ونركز في الخطوه اللي بعدها. انا بقول الحمد لله يعني الناس كلها تعبت، الناس كلها اجتهدت وركزت. يمكن احنا كجهاز فني تابعنا الفرقه بشكل كبير، وكنا مذاكرينها بشكل كويس وحضرنا ليها بشكل كويس، والكلام ده وصل للعيبه، وكان باين التركيز بتاع اللعيبه في الملعب والتزامهم في الملعب. يمكن من اول دقيقه ربنا وفقنا وجبنا جول، ولولا التركيز العالي عند اللعيبه واصرارهم على المكسب وانهم يعني كملوا جابوا 6 جوان، كان ممكن الهدف ده يعني في الكوره ممكن يعكس المباراه. يمكن كان ممكن يبقى في تراخي، في تهاون، ممكن الايه تتعكس، وده بيحصل كتير وبنشوفه في الكوره. ده انا قلت لابراهيم يا رب ما نجيب جون بدري الحلقه اللي فاتت. حضرتك يعني الكوره علمتنا ان يعني ان اوقات كتير الفرقه لما بتجيب جون بدري بيحصل تراخي في الاداء، بيحصل تراجع في الاداء. ولكن احنا امبارح شفنا لعيبه النادي الاهلي في الملعب كانوا عاملين ازاي. انا يعني وحضراتكم شفتوا المباراه، حتى واحنا 6 انت تحس ان الفرقه لسه يعني متعادله، في اصرار ان عايزه تجيب اكتر، وعاوزه تجيب اكتر، وفي تماسك وفي اصرار على والحمد لله يعني. عشان كده يمكن بقول احنا ربنا وفقنا عشان تعبنا، ربنا وفقنا عشان تعبنا بشكل كويس، ربنا وفقنا علشان كنا يعني مجتهدين قبل المباراه وخلال المباراه. صحيح، هو ده تمن الاخلاص والشغل يا كابتن احمد. قول لي هل النجم الساحلي بالمستوى اللي انتوا كنتوا قارينه ومتوقعينه، ولا الجون اللي بدري خلخلهم جامد؟ ايوه كابتن احمد فصل كابتن. طيب هنعاود الاتصال بالكابتن احمد ايوب. يعني هو فعلا اشار له نقطه مهمه يا باشمهندس. لعيبه الاهلي حتى والنتيجه 6 في شغف وفي رغبه وفي نهم للمزيد. طبعا بس انا يعني مع الكابتن حسام زعلت من الجولين. البواخه بقى هتبتدي تطلع من لا، انا انبسطت من جون وزعلت من الثاني. انا كنت عايزها تخلص 6-1 عشان ما اكذبش عليك يعني. لا يعني انا حتى ما كنتش عايز 7. يا سلام. لا انا كنت عايز 7 بقى. مره 6-1. ايه كانت السته دي اللي مش قادرين؟ لا 6-1 يعني، مش 6-2 ولا 7-1. يا ابراهيم 6-1. طيب كابتن احمد، ابراهيم معاك. هل يعني النجم الساحلي كان بالشكل اللي انتوا توقعتوه له، ولا الجول البدري رباكهم كتير؟ لا خلينا نتكلم كوره يا استاذ ابراهيم. يعني فرقه النجم فرقه كبيره طبعا، فرقه يعني فرقه من الفرق اللي بتنافس على البطوله. تمام. دي اول مباراه تتهزم في يعني مسيرتها خلال السنه دي في البطوله كلها، مقدمه عروض كبيره، فرقه ثقيله من العرض الثقيل. ولكن انت بيبقى عندك يعني ظروف في ماتش، احداث ماتش، يوم الماتش، وارد يبقى في توفيق معاك، وارد يبقى في باد لك مع الفرقه في حاجات ثانيه. ده وارد في الكوره، ودي احداث لازم انت يعني كلاعب وكمدرب تتعامل معاها في لحظتها. انا بقول احنا كنا يمكن استعدادنا اكتر، دخولنا في المباراه كان احسن منهم، تركيزنا في المباراه كان احسن منهم. يمكن كان في اخطاء عندهم احنا استغلناها بشكل كويس. ده لا يقلل ابدا من فريق النجم، بالعكس ده يعني فريق النجم فرقه محترمه. ولكن النادي الاهلي امبارح كان يومه، كان في تركيز، احنا لعبنا على الفرقه بشكل جيد لان شفناها بشكل كويس. المحاضره بتاعت كابتن حسام، كل الكلام اللي اتقال في الملعب وكان موجود في الملعب، المساحات اللي نص الملعب بين الديفنس ووسط الملعب استغلناها بشكل كويس، الكرات العميقه اللي بين المساكين اشتغلناها بشكل كويس، الكرات على الاطراف خاصه الناحيه اليمين عند الراجل رقم 21 اللي موجوده اللي بيهاجم بشكل كبير استغلناها بشكل كويس. كل الحاجات دي اتقالت للعيبه، كل الحاجات دي كانت موجوده امبارح. ده اللي يدل ان برضه في شغل من الجهاز طبعا كويس، طبعا، وبعد كده في تنفيذ من اللعيبه، فده نجاح الحمد لله يعني. الحمد لله. كابتن احمد، الـ اخبار الاصابات ايه؟
والله يعني بشكل كبير بكره هتتحدد، لان احنا النهارده راحه. صالح بره المباراه اللي جايه مش كده؟ يعني ما اقدرش اقول بره ولا جوه، لكن بنسبه كبيره هو صعب. يعني خلينا نقول ممكن، يعني حسب اللي عنده في العضله الخلفيه، ولكن العضله الخلفيه طبعا بتحتاج وقت، بس لسه انا مش عارف بالظبط مدى الاصابه ايه، وربنا يسهل يكون. بس هو شكله كان حزين جدا جدا جدا، وده بيعكس اهتمام برضو عنده انه كان عايز يستثمر الحاله الجيده اللي هو كان عليها انه يكمل. يعني صالح بيلعب الفتره الاخيره، لعب مع المنتخب، كان بقاله فتره بعيد، وبقاله الفتره الاخيره بيشارك، فاكيد كان نفسه يكمل مباراه كبيره، كان نفسه يكملها للاخر. ويعني اي لعيب مكانه لازم هيكون زعلان انه بيلعب قبل نهائي بطوله قاريه وبيتغير وبيتصاب، ممكن يبقى فرص لحقه بالمباراه النهائيه بعيده، فطبعا يعني لازم يكون متاثر يعني. طيب مؤمن زكريا اخباره ايه؟ مؤمن ان شاء الله يكون اجهاد، وان شاء الله تبقى بسيطه ان شاء الله ان شاء الله، وازاره برضو ان شاء الله كده. ازاره اخباره ايه؟ احنا لازم نتكلم عنه شويه بقى. نتكلم عنه شويه. قول لي ايه بقى بعد ما ذبح العجل الدنيا فكت يعني ولا ايه؟ يعني مش عارف والله. يمكن كان محتاج يذبح عجل. كان لازم نذبح من بدري قوي صحيح. كان لازم نذبح من بدري. لا هو طبعا بص يعني خلينا يعني هو الولد لعيب كويس، لعيب صغير في السن، يمكن كان بيلعب في المغرب في فرقه الدفاع الحسني، فرقه مش من فرق الكبار الكبيره زي رفاق زي الوداد. ما فيش ضغوط كبيره زي اللي موجوده هنا، هو هنا بيلعب في النادي الاهلي يعني اكبر نادي في الوطن العربي وفي افريقيا، الجماهير مستنيه دايما الاحسن من المدربين ومن اللعيبه، خاصة لما تكون فيرود مستني منك تحرز اهداف كتير. هو كان حاسس بالضغوط دي، ويمكن كانت مأثرة عليه شوية، يمكن كان الثقة رايحة منه شوية لأنه ما كانش بيهدف، ولكن الولد يعني بيجتهد، بيتحرك، عنده سرعات، بيقاتل، كل الحاجات دي مميزات عند الفيرود. مشكلة الفيرود لو بيلعب وتحس ما بيديلوش فرص، ما بيخلقش فرص، ما بيروحش للجون، ما بيضيعش، بيستخبى، ما بيطلعش لزمايله، بيستخبى، ولكن كل الأحداث في ال 18 موجود وليد، كل الكرات المشتركه موجود وليد، كل عامل اسيست كتير في معظم الاجوان، زمايله بيستفادوا منه، كان يعني رؤيه الجهاز الفني كابتن حسام انه خامه وهيجي منه والصبر عليه مفيد، والحمد لله قد كان يعني رب. يعني هو كان محتاج يهدف، وهو برضه واضح مزيد من الاهداف، واضح ان شخصيته كويسه. لا هو يا راجل متزن وابن بلد زي ما بيقولوا كده، وان شاء الله يكون مكسب النادي الاهلي ان شاء الله الفترات الجايه ان شاء الله. امبارح الحقيقه يعني اشراك رامي ربيعه في نص الملعب رائع جدا، ومحمد هاني كمان واحد من نجوم المباراه، فالله يكون في عونكم في الفتره اللي جايه بصراحه. يعني طبعا يعني يمكن كانت رؤيه فنيه يعني من كابتن حسام ناجحه جدا، في رامي في وسط الملعب كان مميز، هاني كان مميز امبارح، محمد نجيب كان مميز صحيح. يعني بالاضافه لزمايلهم كلهم امبارح عملوا ماتش كبير، مباراه كبيره فيها مسؤوليه كبيره، وهو النادي الاهلي نادي كبير دايما. ليه؟ لان دايما يعني 99 من المواقف الصعبه اللي بيعدي بتمر عليه بيعدي منها بنجاح، وبيعدي منها ثبات. عشان كده بص يا كابتن، بص يا كابتن وانت معانا، لانه دي لقطه انا امبارح وانا في الملعب استوقفتني كتير. علي معلول اللي بيحتفل معاه بعد كل كوره عملها حسين السيد، هي دي روح الفرقه يعني الكبيره. وشوف اكتر حد وعماد مع ازارو، وعماد اكتر حد بيحتفل بوليد ازارو. يعني هي دي الروح اللي بتجيب المكسب، هي دي الروح اللي بتجيب البطوله بالظبط. يعني هي الروح الموجوده دي في النادي، هي دي اللي يعني مخلي النادي الاهلي طول عمره نادي كبير. طبعا مش هننكر ان دايما في حاجات بسيطه بتحصل، طبعا شيء طبيعي وارد في اي مجتمع، في اي منظومه عمل وارد، ولكن في احترام، في اسس ماشيين عليها، كلنا ماشيين عليها، وده ما يزعلش حد. قول لي علي معلول ضد التوانسه بقى، يعني كان له دور كبير جدا. طبعا يعني الفتره الاخيره علي يمكن مباراه الترجي ليه بصمه، بصمتين، المباراه اللي فاتت ليه بصمه كبيره، يمكن الفتره الاخيره ماشي بشكل مميز، ومن من من يعني الاعمده اللي مؤثره في الفتره الاخيره للنادي الاهلي بصوره ايجابيه طبعا يعني. دلوقتي حسام عاشور صعب يلحق الماتش اللي جاي؟ لا صعب طبعا، صعب صعب. يعني دلوقتي ازارو ذبح عجل جاب 3 اجوان، عايزين عجل كمان. لا مش عجل بقى، ده عشان يجيب سوبر هاتريك عايزين جمل. عايزين جمل. بص المهندس عدلي عايز كبده جمل، قال له عايزين جمل. انت عارف فين بقى دي يا ابراهيم؟ ايوه. طب يلا بعد الهوا بقى يا ابو حميد. على طول ماشي ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي طيب الاستعداد للوداد، لانه برضه لازم ابدا اسالك يعني الفرق بين الوداد والنجم في رايك ايه؟ وانت اكتر حد بتتابع وبتكتب تقارير.
الوداد فرقه كبيره وفرقه من احسن فرق السنه دي في افريقيا تنظيميا وافراد، وعندها عناصر في كل الخطوط، عناصر كويسه. احنا طبعا لعبناها قبل كده، ولكن الموضوع هيبقى مختلف تماما المره دي، والاستعداد هيبقى مختلف كمان سواء عندنا او عندهم. الامور مختلفه، انت بتستعد، هم بيستعدوا اكيد، وهم شايفينك واحنا شايفينهم، ولكن الفيصل في النهايه عارف يا ابراهيم يعني يا باشمهندس، يوم المباراه، يوم المباراه ده مهم جدا جدا جدا، توفيقك، عدم اخطائك، دخولك في المباراه مهم جدا جدا. المباراه يعني يوم المباراه هي كده، هي كده، والتوفيق يعني انت التوفيق لو ما بيجيش بيصعب الدنيا. لا طبعا طبعا طبعا، بس يعني برضو من خلالكم عاوز اقول الحمد لله، يعني احنا مسيرتنا في البطوله كانت صعبه، عدينا مراحل كتير صعبه، ولكن يعني مش عاوزين يعني خلاص احنا كسبنا والموضوع انتهى بالنسبه لنا، لان لازم نركز في ماتش الوداد، لازم نركز من النهارده وننسى بقى خلاص الماتشات اللي فاتت دي كلها. ان شاء الله ربنا كرمنا هنفرح فرحه كبيره ان شاء الله، قدر الله في حاجه يبقى كانك ما عملتش حاجه، ده اللي احنا مش عاوزينه، يعني ده اللي لازم، ده اللي يعني ان شاء الله احنا بنفكر فيه واللعيبه بتفكر فيه ولازم الاعلام يفكر فيه والناس تفكر فيه، ان خلاص مباراه النجم انتهت، مباراه الترجي انتهت، عندنا محطه اخيره مهمه بالنسبه لنا، وهي دي الفيصل، هي بالنسبه لنا البطوله اهم شيء، وهي الفرحه الكبيره بالنسبه لنا، البطوله لما تيجي هي دي الفرحه الحقيقيه ان شاء الله. ان شاء الله. اخيرا الجمهور الكبير اللي كان موجود ده واللي ان شاء الله هيزيد عدده في مباراه الوداد يا كابتن احمد، ايه تاثيره كان معاكم؟ لا تاثيره ايجابي بنسبه 1000000%، يعني وانا في تونس في مباراه سوسه، انا شفت الضغوط اللي كان عاملها الجماهير التونسيه علينا وعلى البعثه وعلى الناس المرافقين، وقد ايه المعامله وقد ايه الضغط والشحن الجماهيري كان عامل ازاي. فانا يعني من خلال مداخلات وكلمت مع ناس كتير، ان انا اتمنى ان لازم الاستاد يكون مليان، عشان ما ينفعش احنا في محطات مهمه وماتشات مهمه زي كده نروح نتضغط بره والناس تيجي تلعب بقى اريحيه عندنا، لا الجماهير فيها عامل كبير وعامل مؤثر لازم، وبتساعدنا بشكل كبير، واتمنى يكون المباراه الجايه الاستاد كله مليان ان شاء الله، ويساعدنا ان شاء الله والناس بنفس السلوك الحضاري والرياضي وكل شيء. المباراه يعني الناس صراحه يعني المباراه اللي فاتت نموذج الصراحه يعني. برنامجكم اليومين الجايين ماشي ازاي يا كابتن؟ خلاص احنا يعني بكره عندنا تدريب واستعداد بقى لمباراه الوداد ان شاء الله، المحاضرات بتاعتنا، الجهاز الفني، اللعيبه، تدريبات، نشوف نتابع اللعيبه وحالتها، وربنا يوفق ان شاء الله استاذ ابراهيم. الف مبروك وكل التوفيق يا رب ان شاء الله بالفرحه الكبيره يا كابتن. شكرا يا باشمهندس، شكرا. كل